انت ظاهرا وباطنا مخالف للسنة، ظاهرا وباطنا لين في اللحية طق 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 جازفة بالجماد، ما شفته يصبغها بشنو؟ سواد. أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته، لا من طولها ولا من عرضها. لك عندي مراجع. طبعا الناس دائما بيتوهموا، لما بعض الناس يجيبوا لنا الكتب، زي واحد في أم درمان بعد خلاص اقتنع وجابنا هناك، نادانا مشينا له في مسجده والجماعة جاتوا وجو صوفية وضربوا معايا أخوي، ضربوا بعض أخواننا مهم اتضاربوا، بعد ده جاءوا مرقنا الله يتقبل ومشينا منه. بعد أيام تاني قلب قال أنتو الشيخ ده بجيب كتب في المسائل دي. يعني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وفي لفظ: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. قال ابن باز، قال ابن حزم، قال ابن باز، قال ابن حزم: يجب أخذ شيء من الشارب ويجب ترك اللحى. وقال ابن عثيمين: يحرم أخذ شيء من اللحى. اللحى جمع لحية بضم اللام، اللحى جمع لحية بكسر اللام، كما قال العباد حفظه الله تعالى. قال ابن عثيمين قال: ويعظم الذنب كلما أخذ منها، قدر ما يأخذ منها شنو يعظم. محمد الصفا يجيب له بعض المراجع هناك في التسويد وجنبوه شنو سواد، يقول دي مدرجة من 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 من, من الصحابي. طيب الصحابي لو قال، افترض انها مدرجة، لو قال الصحابي انت مخالف ليه؟ مخالف ليه انت؟ والبياض ذاته في وقار، وبعد تخضب وتغير من البياض تطبق السنة خير، لكن ما تسوي، يقوم يجيب لك كم مرجع كذي، وقال فلان وقال فلان، الناس بينسوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوموا ياخذوا بشنو؟ قال فلان. وابن عباس رضي الله عنهما في سنن الدارمي كما هو معلوم لديكم ولديه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال من؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. يقول لك يا أخ ابن عمر، ابن عمر قال القبضة في سودان، اتصل القبضة، كم سوداني اللي بتصل القبضة ذاته كذا، لو سلمنا جدلا. ابن عثيمين قال ما في، لا لا ولا شيء، قال ما تهابش، ودي الموافقة السنة. هسه حقت محمد مصطفى دي قبضة، قبضة بأربع أصابع، أصبع ونص ما تم ولا أصبعين، إن بالغت أصبعين ونص للإنصاف كذا يا ما أقول يا دي القبضة، وشايلة جاسفة والوردة جاسفة عديل كذا مرة واحدة، قال لي فيها شيء بسيط يا ناس، دي الناس بتاعين والله الذي لا إله غيره كذا، قال لي أنا ما نمرق من الموضوع كثير.